معنا محمد مازن غنايم رئيس بلدية سخنين. يعني نحن نتواجد هنا في حي المصرارة في عيادة الأم والطفل. نحن نرى في الخارج كم عدد الأمهات والأطفال اللي هالقد كانوا حريصين على تطعيم أبنائهم لكل ما يتعلق بمرض شلل الأطفال. كيف الكلمة وطبعا النظرة اللي شفتني هي؟ أول إشي ندل على شيء بدل على الوعي الكبير، لأنه الحمد لله في اهتمام في أبنائنا في أطفالنا، لأنه المرض إذا بيكون عمليا ممكن لا سمح الله يصيبنا كلياتنا. فمهم جدا أنه التطعيم يكون في الوقت المناسب، لأنه صحة أولادنا مهمة. فهي فرصة بدي أناشد كل الأمهات اللي في البيوت أنه يسألوا على الصحيات، يطعموا أولادهم. مهم جدا التطعيم علشان شلل الأطفال، طبيعي من جيل شهرين لجيل 9 سنين ونص. فبدي أطلب من كل أخت كل أم ما جابتش ابنها فبأسرع وقت ممكن تجيبه، لأنه سلامة وصحة أولادنا مهمة جدا. وبدي أشكر كل الأخوات اللي دائما سميناهن ملائكة الرحمة على استقبالهم لأمهاتنا لأخواتنا لأطفالنا، فمشكورين. شكرا لكم. نتعرف حضرتك من انت؟ كفاية غالية أحط مسماخات بعمل طقم الشرب الصهور. نعم. بتعلم بالمستشفى من خلال إسرائيل. نعم. بشتغل قسم البلاد بالمستشفى النمساوي. أهلا وسهلا فيك، الله يعطيك العافية. كنا نعرف الحصون التغى من فترة. تطعيم، نعم. تطعيم التغى من فترة لأسباب خاصة. المرض ما انتشرش بحر، تقريبا اختفى. نعم. قبل شهر بين بال النقاب الجنوب. نعم الجنوب. هذا الاساس صار 4 كريم خلال شهر. هذا الاساس رجعوا طلبوا حصون حظرين من 2004. نعم. كيف في نظرتك شو الكلمه تحبي توجهيها للامهات؟ ايش انه يسرى بالتطعيم حصون هذا. نعم. شفتوك يلاديم. نعم شفتوك يلاديم. نعم. يعني قضيه اللي ما بتطعم انه في هناك مخاوف انه طبعا في مخاطر انه يقع محتمل يصلى عنا. نعم. انت جبت اليوم اطفالك احد الاطفال؟ حلو. فاذا هي توعي لكل الامهات في سخنين والمنطقه انه يصلوا لعياده الام والطفل. نعم. شكرا لك اختي، يعطيك العافيه. معنا الممرضه يسرى طربي، طبعا مديره عياده الام والطفل في حي المصراره في سخنين. احنا شاهدنا يعني ما يقارب 20-30 ام اللي هن جابوا اطفالهن اجل التطعيم. شو الدعوه اللي انت بتوجهيها للامهات في البيت حتى يصلوا لعندكم؟ انا برجو من كل امهات الامهات اللي في البيت ما يسمعوش عن التطعيم واسه يسمعونا او بيشوفونا انه يحملوا اولادهم اللي خلقوا من 1/1/2004 لحد جيل شهرين ويجوا على عيادتي، لانه التطعيم كثير مهم. من ناحية ثانية الأميات عم بسمعوا في وسائل الإعلام وهيك إنه التطعيم ممكن يضر. اليوم إحنا الولد اللي بيطلع له لازم يأخذ، لأنه حتى اللي أخذه الأم الثانية إذا جابتش ابنها وطعمت له ممكن هي تحطه في خطورة معينة. نعم. مشان هيك بدعوا كل أم التطعيم جدا أمين. إحنا كل الوقت لحد 2004 وإحنا نطعم هذا التطعيم والحمد لله ولا مرة صار عندنا مشكلة لشلل الأطفال. مشان هيك اليوم ليش يخافوا؟ نعم. إذا الشيء ما بيخوف والشيء خفيف جدا بسيط. نعم. اللي بتسمعني مفضل جدا للأولاد الكبار عم بيعملوا مشكلة تطعيم مالح شوي. إذا في إمكانية تجيب كيس تروبية إشي عصير معها اللي حبت ملبس للولد الكبير، مش الأولاد. نعم. الصغار يحملوا الأشياء حلوة. نعم. إذا من أي جيل لأي جيل؟ من مواليد 1/1/2004 لحد جيل شهرين بتوعدهن. نعم. احنا حسب برنامج الصحية، بس بشرط الام تيجي مع البنكيس. الام اللي عندها ولد حامي لا ما تحملش ابنها وتيجي، تعرف انه بأقرب فرصة الولد بكون يومين بلا حمل، ساعتها تقدر تجيب البنكيس وتيجي للصحية. وطبعا كل ام في اقرب مكان في امكانية. طبعا كل ام عارفة لأي عيادة هي تبع. نعم. احنا الصحية هنا اسمها العيادة جيم. والعيادات الاربعة بيشتغلوا. كثير اميات بيرفعوا لنا تلفون، احنا متاسفين مش عم نرد على التلفونات لانه ما بنقدر نرد على التلفون ونجاوب. نعم. الجواب بيطلع للاميات على التلفون في الوقت اللي انا عندي 20 ام عم تستنى. نعم. بدي الاميات اللي سمعونا واولادهم بهذا الجيل يحبوا حالهم ويجوا. احنا حسب الولد شو بيطلع له احنا بننطيه، بس ما بقدر انا ارد رد تلفون او اجاوب الام بلا ما اشوف بنكس التعامات. من اي يعني اي ايام انتم شغالين هون؟ من اي ساعه من اثنين هذا الاسبوع ليوم الخميس. اللي بده يجي بده يصلنا قبل الثلاثه.
المفروض البرنامج يكمل، بنعرفش هو مع الأسبوع الجاي لأي ساعة، بس برضو من 2 للـ5 من الأيام. شكرا لك، مئة ألف أهلا وسهلا.